السودان قواتنا المسلحة. سيداتي وسادتي، من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية من الرئيس المصري. الخارجية السودانية، بيان الإمارات محاولة بائسة للتنصل من مسؤولياتها عن الحرب في السودان. حكومة شمال دارفور تنفي صحة التقارير المتداولة حول إعلان حالة المجاعة بمعسكر زمزم للنازحين. السيول والأمطار تجتاح عددا من ولايات البلاد وتخلف كثيرا من الأضرار. أهلا بكم. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعرب فيها عن ارتياحه البالغ لنجاة الفريق والركن البرهان من حادث هجوم الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية بشرق السودان خلال المشاركة في تخريج دفعات من الطلبة الحربيين بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر، متمنيا له دوام الصحة والعافية. وتقدم الرئيس المصري بأحر التعازي للشعب السوداني ولأسر ضحايا الحادث المؤسف والذي أسفر عن استشهاد عدد من الضباط، سائلا الله العلي القدير أن يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا ردا على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية حول الأوضاع الإنسانية بالبلاد. جاء فيه: أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا عن الأوضاع الإنسانية في السودان، تضمنت دعوة لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية، وتحدث عن قيود تفرضها القوات المسلحة على وصول المساعدات الإنسانية. لا يعد البيان أن يكون محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية أبو ظبي عن الحرب التي تشنها الميليشيا الإرهابية صنيعة الإمارات على الشعب السوداني بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها. ولذا أطلقت كبريات الصحف والإصدارات العالمية المحكمة على ما يجري حاليا حرب الإمارات في السودان، وما استراتيجية التجويع المعتمد المتعمد التي تنتهجها الميليشيا سوى جزء من هذه الحرب. وإن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد الميليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها يستحق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية. السؤال هو: هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان، ومثل ما أعلنت الإمارات عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان، هل ستكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي الشقيق التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني؟ اختتم وزير الثقافة والإعلام الاتحادي دكتور جراهام عبد القادر زيارته للولاية الشمالية بعد أن أجرى عددا من اللقاءات بإدارات المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للسياحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والقيام بجولات تفقدية مجمع حضارة كرمة بمحلية البرجيج ومتحف جبل البركة الأثري بمحلية مروي. مواصلة لبرنامج زيارته للولاية الشمالية، عقد وزير الثقافة والإعلام الاتحادي دكتور جراهام عبد القادر اجتماعا مشتركا بأمين عام المجلس الأعلى للثقافة والإعلام وأمين عام المجلس الأعلى للسياحة ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية. تعرف خلاله على سير العمل والأداء والمشاكل التي تواجه العمل. وقف السيد الوزير على النشاطات الموجودة في السياحة في الولاية الشمالية، إضافة إلى المشاكل والمعوقات التي شرحنا له فيها عدم وجود توثيق للعينات الأثرية الموجودة في المتاحف.
وتفقد وزير الثقافة والإعلام الاتحادي هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشمالية وقف على الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتقديم رسالة إعلامية وفق متطلبات المرحلة الحالية، كما عقد اجتماعا مع إدارات الهيئة المختلفة استمع خلاله لأبرز المشاكل والمعوقات. التمس الوزير كل المعوقات وأماكن القوم والقوة والضعف ويقوم بحلها بواسطة في ما يهم الوالي بينه وبين الوالي، وما نفس يصحب بقية المعوقات إلى المركز اللي حلها. إن شاء الله نتمنى أن نكون زيارة موفقة وتحقيق أغراضها. أما بمحلية البرجيك فقد زار وزير الثقافة والإعلام الاتحادي مجمع حضارة كرمة ومتحف جبل البركة الأثري بمحلية مروي، وقف على الجهود المبذولة لحماية المقتنيات الأثرية مؤكدا على ضرورة المحافظة على الإرث التاريخي الكبير الذي تتمتع به الولاية الشمالية. وقف سعادته على مجمل ما يتضمنه هذا المتحف من آثار ومن تعبير عن الحياة التي كانت تسود في الحقب الزمانية، وسعد سعادته كثيرا بالتطواف والوقوف على الجهد المبذول للحفاظ على التراث السوداني في هذه المنطقة. هذه زيارة واحدة من أغراض الرئيسة هو التأكد من المقتنيات والتأكد من محتوى هذا المتحف، وأيضا توسيع دائرة التفكير في المجال السياحي بما يحقق الأهداف الوطنية الكبرى والأهداف الولائية أيضا، يعني المسار، الكهرباء، الخدمات المرتبطة بخدمة هذا المتحف، وبالتأكيد المجتمع المحلي لأن المجتمع المحلي بيكون شريك أساسي فيه. زيارة وزير الثقافة والإعلام الاتحادي دكتور جراهام عبد القادر للولايات الشمالية حملت في طياتها الكثير من الدلالات التي تؤكد اهتمام وزارة الثقافة بالعمل الثقافي والسياحي والإعلامي بالولايات الشمالية. لتلفزيون السودان، ناجي فاروق، الولايات الشمالية. التقى وزير المعادن محمد بشير عبد الله بمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بحضور مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم لشرطة تأمين التعدين للقيام بدورها كاملا في حماية مواقع الشركات العاملة وأسواق التعدين بجميع ولايات السودان. وامتدح الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين. من جانبه قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر إن اللقاء بحث كافة القضايا المتعلقة بتأمين مواقع شركات التعدين وأسواق التعدين التقليدي بجانب التحديات التي تواجه شرطة تأمين التعدين. تناقشنا وتفاكرنا حول قضايا تأمين مناطق التعدين التي تشمل الشركات العاملة في قطاع التعدين جميعا، شركات الامتياز وشركات المخلفات وكذلك أسواق التعدين. ناقشنا كل التحديات التي تواجه الإخوة في الشرطة العامة وشرطة تأمين التعدين بصورة خاصة، وتلمسنا القضايا ودار نقاش تفصيلي، والحمد لله وصلنا إلى تفاهمات كبيرة ومن أجل إزالة كل هذه المعوقات حتى يستطيع الإخوة المستثمرين في هذا القطاع العمل بالصورة المطلوبة. التقى وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم بمكتبه ببور السودان الناظر سيد محمد الأمين تيريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة رئيس الجبهة الوطنية السودانية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء السبل المثلى لتقديم الخدمات الصحية بشرق السودان والعمل على تطوير الخدمات بالمرافق الصحية. وأشار الوزير إلى مشاركة ودعم الناظر تيريك لمؤتمر النهوض بالقطاع الصحي بشرق السودان، وجدد دكتور هيثم الالتزام بالعمل على استقرار تقديم الخدمات الصحية بكل ولايات السودان والعمل على توفير الإمداد الدوائي للمناطق المعزولة بسبب الخريف. من جانبه قال ناظر تريك إن زيارته أتت من أجل تأكيد التعاون الكامل مع طاقم الوزارة مؤثمنا دور الوزارة خلال الفترة السابقة والوقوف الميداني على الأوضاع
الصحية. حقيقة نحن جينا له في التفاكر في مسألة الهم تاع الخريف عموما وبالذات في المناطق تحت القاش الآن اللي تحجزت أو غرقت، وننتهز هذه الفرصة ونقول كفارة برضو لأهلنا في أبو حمد. ونحن الوزير الحمد لله كأحد يطمننا وناقش معنا في قضايا كبيرة جدا، بالذات مؤتمر إن شاء الله الشرق للصحة، ونحن بدينا يعني استعدادنا الكامل إن شاء الله لإنجاح هذا المؤتمر، وبطريقة إن شاء الله ستكون شاملة لأهل الشرق جميعا حتى يستفيد منه بقية السودان. وذكرنا للأخ الناظر ترتيبات وزارة الصحة الاتحادية لبرامج متكامل في الصحة والإصحاح والعلاج في مختلف الولايات، وسيكون هناك ترتيب خاص للمناطق المقطوعة تماما خاصة في مناطق القاش، وإمداد بالأدوية والأمصال والمستهلكات الأساسية لمكافحة نواقل الأمراض. الموضوع الثاني هو موضوع إعمار مستشفيات الشرق وتأهيل وتطوير الصحة في الولايات الشرقية الثلاثة القضارف وكسلة والبحر الأحمر، ونورناه بالمؤتمر المرتقب خلال الأسابيع القادمة، بحيث أن هذا المؤتمر يطلع بتوصيات كبيرة جدا من شأنها تطوير الخدمات الصحية في الشرق، الخدمات العلاجية والخدمات الوقائية، ويكون مؤتمر عبارة عن حشد مجتمعي كامل. افتتحت وزارة الصحة الاتحادية بمستشفى بورت السودان التعليمي وحدة الأطباء بحضور المدير العام لقطاع الصحة بالولاية دكتور أحلام عبد الرسول وعدد من قيادات الوزارة. وأشاد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم بالكوادر الطبية العاملة في مجال القطاع الصحي، شاكرا رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر لمساهمتهم في استقرار تقديم الخدمات الصحية، داعيا إلى تكملة المرحلة الثانية من عنابر الجراحة العامة والمخ والأعصاب. ترأس والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، حيث اطمأنت اللجنة على مجمل الأوضاع الخدمية بالولاية في قطاعات الإيواء والصحة والعون الإنساني والكهرباء والمياه، ووجه الاجتماع بإرسال وفد من المختصين لمعاينة أوضاع المواطنين الذين أجبرتهم الميليشيا المتمردة على مغادرة منازلهم من مناطق وقرى شمال بحري، كما وجه الاجتماع بالاستمرار باستكمال الخدمات بمجمع الحارة 76 السكني كمركز إيواء يضم 1464 أسرة، بالإضافة إلى تأمين المركز وفق الضوابط المعمول بها في تنظيم مراكز الإيواء. التقى والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة تجار سوق ليبيا بحضور المدير التنفيذي لمحليتي أم بدة ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بسوق ليبيا، وأعلن الوالي تضامن حكومته مع تجار سوق ليبيا الذين تعرضوا للنهب والسلب من قبل الميليشيا الإرهابية، وجدد تجار سوق ليبيا دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. نفت حكومة ولاية شمال دارفور الأخبار والتقارير المتداولة من بعض المنظمات ووسائل الإعلام عن إعلان حالة المجاعة بمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر، وأوضح مفوض العون الإنساني بالولاية دكتور عباس يوسف آدم أن المعلومات عن وجود مجاعة ووفيات وسط الأطفال دون سن الخامسة غير صحيحة ومفبركة حسب معايير التصنيف المركزي للأمن الغذائي. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية حسب التقارير هناك فريق مشترك للعمل الإنساني والصحي بالولاية والشركاء من المنظمات الوطنية والدولية قام بزيارة أكد خلالها فريق العمل المشترك أن الوضع الإنساني في معسكر زمزم مستقر وفقا لتقرير المسح الزراعي وتقرير المنظمات العاملة بالمعسكر، على رأسها منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنظمة الإغاثة الدولية وإدارة التغذية بوزارة الصحة. وأشار المفوض إلى أن عدم دخول الغذاء إلى مدينة الفاشر والمعسكرات بسبب قفل الطرق والحصار المضروب على المدينة من قبل الميليشيات الإرهابية التي تستخدم سلاح التجويع ومنع دخول المساعدات
الإنسانية إضافة للقصف المدفعي، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة إلى معسكرات النازحين ومناطق ريفي الفاشر. حسب التقارير الواردة من بعض المنظمات وتداولاتها وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ 2/8/2024 نؤكد كالآتي: هذه المعلومة أن وجود مجاعة وفيات في وسط الأطفال دون السن الخامس لأن عدد السن يختلف في كل ساعة، ووجود مجاعة في معسكر زمزم معلومة غير صحيحة على حسب المعايير الفنية ما يسمى بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IBC. المعايير الثانية: الحد الأدنى في الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي. هناك أشخاص يواجهون ضغوط في الوصول للطعام، أزمة الغذاء، حالة الطوارئ، وتكارثي أو مجاعة. إحنا استندنا على مرجعات كثيرة وفق المعايير الإنسانية. الزيارات التي تمت بواسطة فريق العمل الإنساني برئاسة مفوض العون الإنساني، والزيارة الثانية برئاسة مدير عام وزارة الصحة وبالشركاء مع المنظمات الدولية والوطنية بمعسكر زمزم للوقوف ميدانيا للتأكد من الوضع الإنساني، بأن الوضع الإنساني بمعسكر زمزم مستقر. واعتمدنا على تقرير المسح الزراعي للعام 2023 في 22 مارس، وأيضا اعتمدنا على التقارير الواردة من المنظمات العاملة في معسكر زمزم أطباء بالأردن الفرنسية ومنظمة الإغاثة الدولية. هذه المرجعيات تؤكد بأن هناك مجاعة غير صحيحة، والوضع الغذائي بالنسبة لمعسكر أفضل من العام السابق. أهلا بكم. أوضح والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أن ميليشيا الدجل الإرهابية ما زالت تواصل انتهاكاتها على الآمنين العزل بقرى الجزيرة، وجدد خلال زيارته لعدد من الجرحى بمستشفى المناجل العزم على الاستمرار في معركة الكرامة حتى تحقيق النصر. لدى مخاطبته تجريدة نظارة دار حامد واتحاد عموم دار حامد لدعم القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى، امتدح والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وإذا اعتلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجل الإرهابية، مثمنا دور المقاومة الشعبية المسلحة في تطهير البلاد من دنس الميليشيا الإرهابية. تحت شعار جيش واحد شعب واحد، قدمت قبيلة عموم دار حامد بولاية شمال كردفان تجريدة نظارة دار حامد دعما وسندا للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وهي تخوض معركة الكرامة إيمانا منها بالدور الكبير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، وهي تدافع عن الأرض والعرض ومكتسبات البلاد ضد الميليشيا الإرهابية. هذه التجريدة نقدمها عرفانا وإيمانا بدورهم الكبير الذي ظلوا يقدمونه منذ ميلاد الدولة السودانية في حماية الوطن وحماية الأرض وحماية العرض. يعني إحنا القصد الأساسي أن ننقيف مع أخواننا في القوات النظامية عشان ننتهي من حاجة اسمها دعم سريع في السودان إن شاء الله. اللواء ركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة مشاه الهجانة، والعميد أمن العوض محمد العوض مدير جهاز المخابرات العامة أشادا بجهود قبيلة دار حامد والقبائل الأخرى بالولاية لدعمهم ووقوفهم خلف القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى، وأكدا أن المعركة ستنتهي بهزيمة الميليشيا وحلفائها وأعوانها. ونحن كنا لما نمشي المناطق دار حامد بنكون مطمئنين لأنه عارفين ظهرنا محمي. نعم، كذلك لا يوجد في قبيلة دار حامد خونة ولا متملقين ولا متماهين مع الميليشيا. وهذه الوقفة وهذا الدعم وحقيقة ليس بغريب على أهلنا في
في شمال كردفان ونحن في قبائل مختلفة، ومنهم ما نراه اليوم من أخواننا في دار حامد. والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف امتدح المواقف البطولية للإدارة الأهلية ومجاهدات قبيلة دار حامد، وهم يتقدمون الصفوف لدعم ومساندة القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى في معركتها ضد ميليشيا آل دجل الإرهابية. الواسطة ما إلا بالبندقية بس. نحن الآن ما تفضل به الأخوة في دار حامد هو دعم لهذا الدواس ودعم لهذا الحرب. نحن كلنا المفروض نتجه إلى دعم المجهود الحربي ودعم القوات النظامية في سبيل النصر على هذه الميليشيا المتمردة، إحقاقا لحق الشعب السوداني علينا وإحقاقا لاحترامنا لدولتنا. تجريدة قبيلة دار حامد بولاية شمال كردفان لدعم القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بولاية شمال كردفان يأتي تجسيدا لشعار جيش واحد شعب واحد. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. خاطب والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق الاحتفال الذي نظمته الهيئة الشبابية لنصرة القوات المسلحة بحضور العديد من القيادات، قيادات العمل التنفيذي وقادة القوات النظامية والأجهزة الأمنية وممثلي الإدارات الأهلية. الشباب في السلم طاقات للبناء والتعمير، وفي الشدائد بأس يتجلى وحمم تتلظى. الهيئة الشبابية لنصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة هدف نبيل وغاية سامية. ولكسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق أكد أن الشباب هم الأمل المرتجى للدفاع عن حرمات الوطن وحماية مقدسات الشعب السوداني. بالشباب تتم النهضة والتنمية المجتمعية، بالشباب تتم النهضة الاقتصادية، بالشباب يتبلور السلم المجتمعي، وبالشباب يتم الدفاع عن الوطن والأرض والعرق. قائد ثاني المقاومة الشعبية بولاية كسلة اللواء ركن معاش يحيى النور دعا شباب الولاية لإفشال مخططات الأعداء باليقظة والحذر. نثق تماما في خطط القوات النظامية بخططهم الوافية والكافية والشافية، لكن ما يحدث خلفهم يبقى واجبنا نحن. العديد من القيادات العسكرية والأمنية والشرطية شكلت حضورا لافتا في تدشين الهيئة الشبابية لنصرة القوات المسلحة بولاية كسلة، وفي مقدمتهم قائد اللواء 41 مشاة عميد ركن خالد الفاروق مصطفى. نحن في القوات المسلحة نشكر لصنيعهم هذا، ونشكر ونشهد بأنهم تدافعوا معنا في نداء الاستنفار استجابة لنداء السيد القائد العام، وكانوا أول من احتشدوا وملوا هذه الميادين تدريبا وإعدادا لمثل هذه الأيام. رئيس الهيئة الشبابية بالولاية محمد بابكر أوشيك أكد عزم الشباب على القتال ودحر الميليشيات الإرهابية المتمردة وإسناد القوات المسلحة بكافة المعينات المادية والمعنوية والبشرية. نحن باقون في هذه الأرض وندافع عن كرامة هذا الشعب، وسيبقى جهاد واستشهاد وقتال وسلام يمثل السودانيين، يمثل كرامة هذا الشعب الأبي. الشباب دوما في كل مكان وزمان هم رمز للتحدي. شباب ولاية كسلة تداعوا عبر الهيئة الشبابية لنصرة القوات المسلحة ليقولوا كلمتهم من خلال هذا المؤتمر الحاشد، أنهم في خندق واحد مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. أمر خاطئ، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. استقبل والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق برفقة أعضاء اللجنة العليا للطوارئ بالولاية الدعم اللوجستي المقدم من المجلس الأعلى للدفاع المدني لمجابهة طوارئ الخريف بالولاية، والمتمثل في مواد إيواء وخيام وطلمبات سحب للمياه. وثمن الوالي
وقفة الدفاع المدني في تقديم الدعم للولاية لمجابهة آثار الخريف. من جانبه أوضح اللواء حسين قرشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني استمرارية الدعم المقدم إلى الولاية لمجابهة طوارئ الخريف. أخواننا في الدفاع المدني في ولاية كسلا يقوموا بمجهود كبير جدا جدا بتنسيق تام مع الإخوة في لجنة الطوارئ. المياه كانت أكبر من السعة الاستيعابية بتاعت المجاري الخريف، وفاضت كل الخيران وفاضت كل المساحات، بقت ممتلئة حتى البيوت بعض الأحياء امتلأت. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومجهود رجال الإخوة في الدفاع المدني والإخوة في لجنة الطوارئ، حقيقة يعني الأمر قدروا يسيطروا عليه. ونحن من هنا نشكر الأخ الدكتور عثمان لدعم وسخي ومجموعة يعني وأركان حربه. هذا الدعم المقدم إن شاء الله هو حيستمر، فيه جزئية خاصة بالإيواء وجزئية خاصة بعمل الدفاع المدني، وفيه جزء خاص بالصحة. يعني ممكن نكون حضرنا ومعنا كلور لتعقيم المياه، ممكن يعمل بصورة كبيرة جدا لتنقية المياه بولاية كسلا. وقف والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد على حجم الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار بقرى ومناطق وأسواق محلية أبو حمد. وأعلن البدوي خلال جولته التفقدية عن الالتزام التام بتوفير المأوى والغذاء والدواء للأسر المتضررة. أمطار وسيول جارفة ضربت أجزاء واسعة ومتفرغة من قرى ومناطق ودمارا بالأسواق والمحال التجارية بمدينة أبو حمد. حكومة ولاية نهر النيل بقيادة والي الولاية الدكتور محمد البدر عبد الماجد وأعضاء حكومته واللجنة الأمنية وقفوا على حجم الأضرار التي لحقت المواطنين الإنسانية وتوفير الدواء والإيواء الآمن لمجابهة كارثة السيول والأمطار وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن الكارثة الطبيعية. أنا باختصر وبقول الآتي: إن شاء الله الناس اللي تأثروا تصلنا الخيام، تصلنا المشمعات، يصلنا الغذاء، يصلنا الدواء بإذن الله تعالى، العلاج يعني دي كلها إن شاء الله تصلكم. كان في السلام، كان في سيمشري ديمقراطية، كان في الجوزة، كان في أي موقع، أي زول متأثر من حقه إنه أول حاجة يأخذ خيمة، اثنين لو احتاج للعلاج يتعالج، ثلاثة يأخذ مشمع فيشان يعمل دروة لبيته، أربعة إن شاء الله الحاجات هي كشفت عن حجم الضرر الواسع الذي لحق بإنسان محلية أبو حمد جراء السيول والأمطار ونتائج الحصر الأولي بالمناطق والأحياء والأسواق المتضررة. وقفنا على أحوال المتأثرين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين تم حصر كل المتأثرين، وعدونا إن شاء الله بالخيام. إن شاء الله نحن الخيام توزع للناس الغذاءات، نحن متأكدين إنه نحن هذه المساعدات الممكن من نواحي أمنية وصحية، وكذلك نحن سعيدين بهذه الزيارة. إذن فأن الضرر ما زال كبيرا مما يستدعي التدخل العاجل لمنظمات العون الإنساني. ترى والكبري بتاع السكة هذه أكبر كبري، نعم، يفترض السوعة والموية كلها، نعم، لكن الضايق وجانا راد. خالد الأحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. كما وجه المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد غرفة طوارئ الخريف بمتابعة المعالجات الفورية التي وضعت عقب الأمطار والسيول التي ضربت منطقة أبو حمد وخلفت خسائر في الأرواح والممتلكات. بين عشية وضحاها وجد أهل أبو حمد أنفسهم أمام مواقع مزرين عنوانه الكوارث والنكبات بعد أن حالة السيول والأمطار المدينة الوادعة إلى ركام ومواقع ما احتاد عليها أهل أبو حمد منذ قرن وأكثر، حيث كان الطقس في أبو حمد مناصفة بين صيف حار وبرد قارس.
بإرادة الله والصبر على البلاء. مئات المنازل صارت ركاما وكذلك الحال في سوق أبو حمد الكبير، السوق الأثري والتاريخي يعود تاريخ تأسيسه لنصف قرن من الزمان، أصبح الآن خارج الخدمة بعد أن طال الدمار. خسائر في المنازل وممتلكات، لكنها بالطبع لا تساوي شيئا مقارنة بضحايا هذه الكارثة. الجهاز التنفيذي لمحلية أبو حمد بقيادة عبد الرؤوف حسن مبارك ظل منذ الوهلة الأولى في طواف وتفقد لكل المناطق المتضررة برفقة تيم الدفاع المدني لفتح المصارف وشق المياه، بجانب جهود منظمات المجتمع المدني والمقاومة الشعبية. وضعت الأحداث الأخيرة الجهاز التنفيذي للمحلية والولاية والمواطنة في اختبار حقيقي يتطلب أن يكون ما حدث من خسائر فرصة لتلافيه بالتخطيط السليم للأحياء وفتح المصارف والبعد عن مجاري السيول والفيضانات. محمد عبد الباسط، تلفزيون السودان، محلية أبو حمد. أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه الدوري برئاسة عمر الخليفة عبد الله والي الولاية، أجاز تقرير الأداء النصف السنوي للعام 2001%، كما أجاز المجلس مقترحات تعديل موازنة الولاية. وقالت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية فاطمة الحاج الطيب إن هذا الأداء تم بفضل تضافر جهود الجهاز التنفيذي من خلال تنمية موارد الولاية الذاتية وفق موجهات المجلس. وقالت إن الوزارة تمكنت من توفير متطلبات القطاع الصحي بالولاية بهدف تقديم الخدمات العلاجية لمواطني الولاية والوافدين من الولايات المتأثرة 31%، وبنعتبر نسبة مقدرة غطينا فيها جزء كبير من تعويضات العاملين وجزء كبير من السلع والخدمات بنسب متفاوتة. وفي جانب السلع والخدمات تمكن للدواعي الأمنية والدواعي المحيطة بمجال الصحة، وكذلك كنا الدواعي الممثلة في ارتفاع الأسعار أثرت برضو كذلك في أنه يكون هنالك ارتفاع في النسب. فالحمد لله. هيئة الموانئ البحرية الكابتن محمد حسن مختار على ميناء سلوم يرافقه المهندس حنان حسن بخيت نائب مدير المشروعات بالهيئة، وقفوا على طريق ميناء سلوم وتفقدوا العمل الذي تم في صيانة الطريق وما اتخذ من تدف، كما تفقدوا الصورة والمراجعات الهندسية التي تمت له. ووجه المدير العام بإنشاء ردميات وسدود ترابية لتحقيق المزيد من الحماية للميناء. كرة تدريبية لتنمية القدرات وترقية الزراعة الموجهة للسوق وتحسين إدارة المشاريع الزراعية التي نظمتها منظمة جايكا اليابانية بتعلية بمشروعي السيال والكمير. وأشادت مدير الزراعة بمحلية المتمة بجهود المنظمة تجاه تطوير أنظمة الري بالمشاريع المروية وتغيير التركيبة المحسب النظري وعملي في بعض المناشط، مشيرا إلى أهمية الخطط والتقارير وبرنامج المنسوجات والمستنة لصغار المزارعين. صوت كبير للزراعيين ومدراء المشاريع الزراعية بمحلية المتمة، وأعتقد كانت نتائج ممتازة جدا لأن الناس يعني أخذوا تدريب كافي عن كيفية التعامل مع المحصولات الزراعية ومتى تزرع هذه المحصولات والعائد المتوقع منها، وبيبقى في برنامج بتاع تخطيط ممتاز للزراعة. أعتقد الناس يعني استفادت من استفادة قصوى. نحن في الفترة دي عايشين في تحديات يعني كبيرة، لأنه في فترة بتاعت حرب واحتمال يكون يعني كل الأنظار متركزة في وحدتنا أو في ولايتنا على أساس إنه
ننتج أكبر كمية ممكنة من المحاصيل سواء كانت شتوية أو صيفية. يمكن عملنا في ثمان مشاريع نموذجية في المرحلة السابقة في محليات الولاية 6، والآن بصدد العمل في 11 مشروع إضافي ننقل هذه التغييرات التامة. الدواعي الممثلة في ارتفاع الأسعار أثرت برضو كذلك في أنه يكون هنالك ارتفاع في النسب، فالحمد لله غطينا المسألة بكافة محتوياتها. وقف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية الكابتن محمد حسن مختار على ميناء سلوم الجاف، يرافقه المهندس حنان حسن بخيت نائب مدير المشروعات بالهيئة. وقفوا على طريق ميناء سلوم وتفقدوا العمل الذي تم في صيانة الطريق وما اتخذ من تدابير هندسية لحماية الطريق من السيول باعتبار أحد البنيات التحتية لميناء سلوم الجاف، كما تفقدوا السور والمراجعات الهندسية التي تمت له. وجه المدير العام بإنشاء ردميات وسدود ترابية لتحقيق المزيد من الحماية للميناء. نظمت محلية المتمة ولاية نهر النيل دورة تدريبية لتنمية القدرات وترقية الزراعة الموجهة للسوق وتحسين إدارة المشاريع الزراعية التي نظمتها منظمة جايكا اليابانية بالتعاون مع إدارة الزراعة بمحلية المتمة. وتستهدف الدورة تدريب المهندسين الزراعيين بالمحلية بمشروعي السيال والكمير. وأشادت مدير الزراعة بمحلية المتمة بجهود المنظمة تجاه تطوير أنظمة الري بالمشاريع المروية وتغيير التركيبة المحصولية. وأوضح معتز أحمد الصافي ممثل منظمة جايكا أن الدورة تشتمل على جانب نظري وعملي في بعض المناشط، مشيرا إلى أهمية الخطط والتقارير وبرنامج المنسوجات والبستنة لصغار المزارعين. صوت كبير جدا في تثقيف المزارع، وكانت الورشة بحضور عدد من الزراعيين الموجودين المهندسين الزراعيين ومدراء المشاريع الزراعية بمحلية المتمة، واعتقد كانت نتائج ممتازة جدا لأن الناس يعني أخذوا تدريب كافي عن كيفية التعامل مع المحصولات الزراعية ومتى تزرع هذه المحصولات والعائد المتوقع منها، وبيبقى في برنامج بتاع تخطيط ممتاز للزراعة. أعتقد الناس يعني استفادت منه استفادة قصوى. نحن في الفترة دي عايشين في تحديات يعني كبيرة، لأنه في فترة بتاعت حرب واحتمال يكون يعني كل الأنظار متركزة في وحدتنا أو في ولايتنا على أساس إنه ننتج أكبر كمية ممكنة من المحاصيل سواء كانت شتوية أو صيفية. يمكن عملنا في ثمان مشاريع نموذجية في المرحلة السابقة في محليات الولاية 6، والآن بصدد العمل في 11 مشروع إضافي ننقل هذه التغييرات التامة تنفيذها في هذه المرحلة الأولى من المشروع إن شاء الله. أهلا بكم. ترأس والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الولاية، والذي ناقش مقترحات تعديل قانون الحكم المحلي للعام 2017 في إطار خطوات تنفيذ اتفاق سلام جوبا
وأكد أمين عام حكومة الولاية الناطق باسم مجلس الوزراء إبراهيم حمدين أن المجلس أجاز تعديل 2024 لقانون الحكم المحلي بالولاية، وتم بموجب التعديل الجديد تسمية 17 محافظة في المستوى القاعدي للحكم بدلا عن المحليات على أن يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الأول. وأشار إبراهيم إلى أن المجلس أحال بعض التعديلات في قانون الحكم المحلي إلى قطاعات الحكم والإدارة والموارد الاقتصادية لمزيد من الدراسة. موضوع النقاش تعديل قانون الحكم المحلي لعام 2017 ليكون قانون لعام 2024. تم الاتفاق على أن تتحول كل المحليات البالغة 17 محلية على مستوى ولاية جنوب كردفان إلى محافظات، كلها تصبح محافظات. وكما تم الاتفاق أيضا على تعيين المحافظ أو محافظين لكل هذه المحليات، وأرجع بقية المواد للجنة الخاصة بالحكم والإدارة بالإضافة لقطاع تنمية الموارد الاقتصادية لتناول بقية المواد الأخرى على أن تقدم هذه التعديلات في الاجتماع القادم. أشاد المدير التنفيذي لمحلية النهود موسى علي إبراهيم بمبادرة تأهيل الطرق الداخلية ومتابعة طواري الخريف التي تهدف لردم البرك وفتح المجاري وإصحاح البيئة، ودعا موسى كافة المواطنين إلى ضرورة دعم المبادرة حتى تطلع بدورها حيال كوارث السيول والأمطار. وصلت مبادرة تأهيل الطرق ومجابهة طوارئ الخريف جهودها الرامية إلى تسوية الطرق الداخلية وردم البرك والمستنقعات وفتح المجاري تحسبا لأي طارئ قد ينجم من جراء السيول والأمطار التي تهطل بغزارة هذه الأيام في مدينة نهود. وقد أشاد الأستاذ موسى علي إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية نهود بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها مبادرة تأهيل الطرق، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتفاف حول هذه المبادرة الشبابية. نحن شاكرين ومقدرين للجنة تسوية الطرق وإصحاح البيئة، وندعو كل مواطني هذه المدينة وهذه المحلية للتعاون معها ودعمها والوقوف معها حتى نستطيع أن نتجنب كل مخاطر السيول والأمطار. من جانبه أكد الأستاذ إبراهيم أبو شقة رئيس المبادرة الشبابية لتأهيل الطرق الداخلية ومجابهة طوارئ الخريف أن العمل يسير وفق ما خطط له. وأشاد أبو شقة بتفهم المواطنين والمؤسسات الحكومية بالدور الذي ظلت تطلع به هذه المبادرة. الآن نشكر أخواننا الذين وقفوا مع هذه المبادرة، مبادرة تأهيل الطرق وطوارئ الخريف، والتي من خلفها تقف كل مؤسسات محلية النهود. هذا وقد وجدت هذه المبادرة القبول والاستحسان من قبل قطاعات المجتمع كافة. نحن ندعم هذه المبادرة وبنقول لأخواننا سيروا لقدام وعين الله طلعاكم، وده صوت المواطن الكريم بتقدم لكم بالشكر وبالتقدير لهذه الوقفة الصلبة ودلة المحرية فيهم. يعني نحن والله ما عندنا إلا نشكرهم ونتقدم لهم بالشكر ونقول لهم واصلوا والمواطن معاكم بدعمه بجهده وبيده العاملة وبكل شيء. ما شاء الله الآن مدينة النهود كل الطرق فيها الآن هذه المبادرة شملتها، والآن الطرق الداخلية يعني ما شاء الله. هذه المدينة التي تمثل لنا الدولة، والتحية والتجلة لأهلها أهل الحمر الذين ضحوا من أجل الحفاظ على أمن بلادهم دي. التحية لناظر عموم الحمر أخونا عبد القادر منعم منصور، والتحية لقواتنا المسلحة والقواتنا النظامية الأخرى الموجودة هنا. الحاج أبو عقلة لتلفزيون السودان النهود. أكد المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ أن محليته تتمتع بميزات تفضيلية ومساحات زراعية
واسعة صالحة للزراعة، ودعا خلال تدشينه توزيع التجاوى المحسنة لمحصول الذرة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدعم الموسم الصيفي المتأخر بالتعاون مع منظمة السلام المتحدة. دعا إلى الاستفادة من تلك الميزات والتوسع في المساحات الزراعية، وقال بأن محليته تتجه لتأمين الغذاء بالبلاد لتحقيق الأمن الغذائي، فيما أكد مدير الإدارة العامة للزراعة بالمحلية مهندس محمد موسى استعداد إدارته لإنجاح الموسم الصيفي المتأخر، وأوضح أن المشروع يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية. في عملية تسليم التجاوي المحسنة لمحصول الذرة وبعض الخضروات لعدد من مزارعي الأراضي المطرية، تم يعني توفير كل المعينات وحل كل الإشكاليات التي كانت تغف في سبيل ذلك من إشكال الوقود وبعض التسهيلات والآليات، كلها إن شاء الله تسهم في زيادة الإنتاج والزراعة بإذن الله تكون في مواعيد المحددة. المساحة المستهدفة بالنسبة لنا نحن كمستهدف 100,000 فدان، لكن الزراعة في محلية شندي الهواد أكثر من 1,000,000 فدان، والآن كل المزارعين اللي عنده تقاوي مشى الخلا وبدأ زراعة، والمزارعين الذين يتم دعمهم عبر منظمة السلام المتحدة الآن تم التدشين، وكل مزارع حيستلم إن شاء الله تقاويه والدعم الواصل من منظمة الفاو. نأمل إن شاء الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمطار متوفرة لكافة الوديان، حتى يستفيد المزارع من التقاوي المحسنة دي إن شاء الله، ويولد منها للفترات الجاية تقاوي، حتى تاني إن شاء الله في الفترة الجاية يكون منتج، ويكون التقاوي دي من النوع المنتج من النوع الملائم لطبيعة المنطقة إن شاء الله. ونتمنى من الله أنه يعني يكون في زيادة للتقاوي دي، لأنه السنة دي الشراب ممتاز في الرقعة الخلوية، يمكن كل الأودية وفروعها يعني شربت شراب ممتاز، وما في كلام كثير نقوله، ونقول منظمة السلام شكرا. نظمت مرحلة التعليم قبل المدرسة بقطاع التعليم بالبحر الأحمر احتفالا لتكريم المعاشيات المنجزات للتعليم قبل المدرسة برعاية شركة تاركو البحرية، وذلك بصالة ريم الذهبية ببورسودان بتشريف ممثل والي البحر الأحمر فتح الله الحاج وعدد من القيادات النظامية والتعليمية. وأكد فتح الله الحاج أن تكريم المعلمات المعاشيات يأتي في إطار الاستفادة من خبراتهن وتجاربهن في مرحلة التعليم قبل المدرسة. تكريم مستحق وواجب، تكريم مستحق وواجب، لأنه هم يضعن اللبنة الأولى الصحيحة للتعليم، وهو يمكن يعني لا يساوي ما بذلنا شيء في ما يقابل يعني. نحن حقا سعداء جدا، شاكرين لهم وأتمنى لهم الحياة طيبة فيما بعد المعاش. بالنتائج الباهرة إلا وأن أشركت هؤلاء المعاشين بخبراتهم وتدريبهم وعلمهم وخبرتهم التي كانوا مارسوها خلال هذه الفترة في تقديم عصارة جهدهم ومجهودهم لأبنائنا وأطفالنا الصغار، وكلنا الآن نتيجة هذا التعليم وهذا الجهد الكبير الذي بذلوه أخواتنا المعلمات. معاشيات التعليم قبل المدرسة من 2021 إلى 2023 شكر وعرفان لما قدموه لهذه المرحلة ولتعليم الأطفال، ولأنهم كانوا غدوة لنا. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية من الرئيس المصري. الخارجية السودانية بيان الإمارات محاولة بائسة للتنصل من مسؤولياتها عن الحرب في السودان. حكومة شمال دارفور تنفي صحة التقارير المتداولة حول إعلان حالة المجاعة بمعسكر زمزم للنازحين. السيول والأمطار تجتاح عددا من ولايات البلاد وتخلف كثيرا من الأضرار. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.